قعدت على باب جامعة من اللي هي ساعة ولقيت بياعين بيجروا شكلها البلدية لمت وردها وجريت دخلت شارع هادي شوية لقيت عربية جاية قالت رزق اهو في رجليا قالت له فل يا باشا بلدي وريحته تبسط قال لها تعالي علقي وفتح الباب فرجب اتحط ايده على شعرها سألها عن اسمها قالت ايه سأل عن سنها وقام لمس جسمها جريت تعبت وقفت عند باب مدرسة عنيها جت على ام بتودع بنتها ومش هينة عليها تفلت ايدها من ايديها وتبعد عنها ولو ساعت فبصت للسما وسألتها انا ليه غير البنات اما القاهرة تنام والشارع يفضى ايه تنام كتر خير كباري بلدنا سقف للغلبان ايا بتنام بعين وعين وتصحى في عز نومها كل ما تسمع صوت رجلين تدعي رب استرها اما القاهرة تنام والشارع يفضى ايا تنام كتر خير كباري بلدنا سقف للغلبان ايا بتنام بعين وعين وتصحى في عز نومها كل ما تسمع صوت رجلين تدعي رب استرها مرت سنة وحالة آية هي الحالة مقابل البقاء مش أكتر كل يوم شغالة نص النهار ده عدى عالكورنيش مجاش جنيه شافت واحد وحبيبته وقفوا بعيد جريت عليه قالت له ورد يا بيه خد ولو ورد هديها لها وفجأة جه في بالها هل في يوم هبقى أنا مكانها فاقت على الله يسهلك كله صحيح يا شاطرة كده معاها ألف الله يسهلك النهاردة لفت كتير لحد ما القدر رزقها ببنات على باب مطعم ادوها أكل ببقة وقالوا لها تعالي يا حلوة تتصوري معانا شكرتهم جدا على احساس انها انسانة وجت تعدي الشارع فتح العلبة تاكل منها كانت عربية هتخبطها لولا واحد قام شددها وسألها انت كويسة وخوفه ده مخليها مستغربة ازاي ده نفس الشخص اللي برجله مصحيها انا وانت فينا خير بس الحياة ساعات تلهينا او تظهر اسوأ ما فينا بس ده مش عذر لينا كل طفل شوارع يستحق اكتر من نظرة حزينة يستحق دعم بدافع واجب مش فضيلة على ضفتنا انا وانت الحرب حرب فلوس ودروع عالضفة التانية ايه وغيرها في حرب ضد الجوع فالمرة الجاية لما تقابل ايه في الاشارة راعي ان العرق بنزين وما تبقاش شرارة اما القاهرة تنام والشارع يفضى ايه تنام كتر خير كباري بلدنا سقف للغلبان ايا بتنام بعين وعين وتصحى في عز نومها كل ما تسمع صوت رجلين تدعي رب استرها اما القاهرة تنام والشارع يفضى ايا تنام كتر خير كباري بلدنا سقف للغلبان ايا بنت 12 سنة بقالها 5 منهم هي كل طفل شوارع من